السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس الفيزياء 5 فيز 313. موضوع درسنا اليوم بعنوان الإضمحلال النووي والتفاعلات النووية. إن شاء الله في نهاية درسنا اليوم بنحقق 4 أهداف، وهي: الهدف الأول أن تصف 3 أنماط للانبعاث الإشعاعي. الهدف الثاني أن نستطيع حل معادلات نووية. والهدف الثالث أن تعرف عزيز الطالب الاندماج النووي والانشطار النووي. والهدف الأخير هو أن تصف عمل المفاعل النووية. خلونا نبدأ في هدفنا الأول. طبعا لازم نتعرف ما هي أو نستنتج ما هي المواد المشعة. خلونا نشوف أول شيء في البداية العالم بيكرل. ماذا لاحظ العالم بيكرل لما شاف عندنا أخذ عنصر اليورانيوم ووضع عليه صفيحة من اللي هو صفيحة فوتوغرافية؟ لاحظ العالم بيكرل أن هذه الصفيحة أصبحت ضبابية، وهذا اللي صار عندنا في الصفيحة الضبابية يدل على نفاذ الأشعة المنبعثة من اللي هو عنصر اليورانيوم، حيث المواد التي تبعث هذا النوع من الإشعاع تضمحل النواة. لماذا تضمحل النواة؟ لأن دائما المواد تبحث عن اللي هو أن هي تكون أكثر استقرار، دائما تنتقل بحيث أن هي تصبح أكثر استقرار. إذن المواد المشعة هي المواد التي تنبعث منها إشعاعات تلقائيا، وهذه الإشعاعات لها القدرة على النفاذ. فمنشوف أن في عندنا بعض الأشعة لها قدرة على النفاذ وتختلف من إشعاع إلى إشعاع آخر. خلونا نشوف الرسمة اللي فوق. طبعا عندي 3 أنواع من الأشعة. لما نجي نقارن بين أنواع الأشعة منشوف أن الشعاع الأول لم ينفذ من اللي هو الورقة الموجودة عندي، فهذا الشعاع بنتعرف عليه يسمى بألفا. أما الشعاع الثاني استطاع أن ينفذ من الورقة ووصل إلى صفيحة الألمنيوم، فهذا النوع الثاني بيكون أقوى يسمى بيتا. أما الشعاع الثالث ويسمى جاما استطاع أن ينفذ من الورقة ومن صفيحة الألمنيوم ووصل إلى القطعة الفوتوغرافية. الآن سنتعرف أعزائي الطلبة ما هو الإضمحلال الإشعاعي. طبعا جاء العالم راذرفورد واكتشف أن عنصر الراديون، هذا عندنا عنصر الراديون، تحول تلقائيا إلى نواة أخف، وبعث كذلك نواة الهيليوم الخفيفة. كذلك أن مركبات اليورانيوم تنتج 3 أنواع من الإشعاعات كما ذكرنا منذ قليل، بس الحين بنتعرف عليهم بشكل أدق، وهي تصنف حسب قدرتها على اختراق المواد. تعرفنا على العنصر الأول أو الانبعاث الأول هو ألفا، والانبعاث الثاني هو بيتا، والانبعاث الثالث وهو جاما. طبعا العناصر المشعة تمر بسلسلة من الإضمحلالات الإشعاعية لتكون في النهاية النواة أكثر استقرار، وتكلمنا عنها في الدرس السابق. لكن جميع هذه التفاعلات النووية تخضع لمبادئ تسمى حفظ الكميات. ما هي هذه المبادئ؟ ما هي مبادئ حفظ الكميات في التفاعلات النووية؟ خلونا نشوف مع بعض. إذن في التفاعلات النووية أعزائي الطلبة يجب أن تكون هناك حفظ في الكميات. ما هذه الكميات التي يجب أن تكون محفوظة في التفاعلات النووية؟ طبعا أولا يجب أن تكون الشحنة محفوظة، يعني لا يكون عندي زيادة ولا يكون عندي نقصان في الشحنة. الشيء الثاني اللي لازم نعرفه أنه لازم يكون عندي حفظ في العدد الكتلي وحفظ في العدد الذري. وأخذناه سابقا لما يكون عندي عنصر نرمز ليه بالرمز X، العدد الكتلي هو A والعدد الذري هو Z. لكل عنصر عدد ذري وعدد كتلي، هاي الأعداد لازم تكون بعد محفوظة. وفي النهاية يجب أن تكون الطاقة كذلك محفوظة، إن لا تزيد الطاقة ولا تقل الطاقة.
خلونا نتعرف أكثر على الانبعاث الأول وهو انبعاث ألفا. كيف يمكن الحصول على انبعاث ألفا؟ طبعا الانبعاث ألفا عبارة عن نواة الهيليوم. ما هي نواة الهيليوم؟ الهيليوم نرمز لها بالرمز HE وتحتوي على عدد كتلي مقداره 4 وعدد ذري مقداره 2. فعندما يشع الجسم انبعاث ألفا منشوف ان العدد الكتلي اليه 4 والعدد الذري 2، ايش راح يصير في الجسم؟ يقل العدد الكتلي الى العنصر بمقدار 4 ويقل العدد الذري للعنصر بمقدار 2. طبعا لما يتغير العدد الكتلي والعدد الذري منشوف ان العنصر بيتحول الى عنصر ثاني. خلونا نشوف المعادله. طبعا عندي عنصر اليورانيوم 238، لما يقل العدد الكتلي بمقدار 4 صار عندي 234، تحول إلى عنصر مختلف وهو الثوريوم. وشع عندي اللي هو عنصر الهيليوم، وسمينا عنصر الهيليوم هو انبعاث ألفا، فعنصر الهيليوم هو انبعاث ألفا. وكذلك إذا جينا نلاحظ العدد الذري منشوف أن العدد الذري قل بمقدار 2 صار 90، وهنا بيصير عندنا اللي هو 2 إلى عنصر الهيليوم. إذا جيت أجمع الاثنين مع 90 بيعطيني 92، وقلنا في عندنا حفظ في العدد الذري وكذلك حفظ في العدد الكتلي إذا جينا جمعنا الأرقام اللي فوق. هذه الرسمة أعزائي الطلبة موجودة عندكم في الكتاب، وهي توضح الشيء اللي شرحناه من شوي، إن عندنا عنصر اليورانيوم 238 لما تحول إلى عنصر الثوريوم 234 شع إلينا جسيم يسمى بجسيم اللي هو ألفا ويساوي الهيليوم، نواة الهيليوم. والآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى الانبعاث الثاني وهو انبعاث بيتا. ما هو انبعاث بيتا؟ انبعاث بيتا هو إلكترونات تنبعث من النواة. ركزوا معي شوي، انبعاث إلكترونات من داخل النواة، ولكن هل تحتوي النواة على إلكترونات؟ طبعا لما تذكرون معي الأشياء اللي أخذناها في درس النواة بتسترجعون المعلومات أن النواة فيها نوعين من الجسيمات، هي نيوترونات وهي متعادلة الشحنة وبروتونات وهي موجبة الشحنة. والآن كيف يمكن الحصول على الإلكترون داخل النواة؟ خلونا نشوف. نحصل على الإلكترون عندما يتحول النيوترون إلى بروتون، فلما يتحول النيوترون إلى بروتون راح نحصل على الإلكترون داخل النواة. زين، خلونا نشوف طبعا العنصر والعدد الذري والعدد الكتلي. فعندنا العدد الكتلي هو A، العدد الذري هو Z. ما هو العدد الذري؟ العدد الذري قلنا سابقا في اللي هو درس النواة انه عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. اما العدد الذري هو عدد البروتونات. زين، إذا جينا الحين أقل النيوترون وتحول إلى، تحول النيوترون إلى بروتون، يعني شوفوا وياي هني ها عدد النيوترونات بتتحول واحد منهم مثلا إلى بروتون، فمنشوف إن عدد البروتونات بيزداد لكن عدد النيوترونات بقل، لكن بتكون متكافئة، ما راح تتغير، العدد الكتلي ما راح يتغير. لكن تحت العدد الكتلي بما إنه هو زاد بروتون منشوف إن العدد الكتلي بيزداد. إذن عندما تتحول النيوترون إلى بروتون ينتج إلكترون، كذلك بالإضافة إلى الإلكترون بيزيد عندنا جسيم، بيبعث عندنا جسيم يسمى أنتي نيوترينو. خلونا نشوف المعادلة. ذكرنا من شوي أن العدد الذري بيزداد بمقدار واحد لأن العدد الذري مثل ما قلنا هو عدد البروتونات، فمنشوف النهبة بيزيد بمقدار واحد لأن واحد من النيوترونات تحول إلى بروتون، بينما عدد النيوترونات بتقل بمقدار واحد. عند العنصر الأول الثوريوم 234، هاي 234 العدد الكتلي. شوفوا وياي طبعا تحول إلى عنصر ثاني لكن العدد الكتلي ما تغير،
لكن لما نجي إلى العدد الذري منشوف إن العدد الذري زاد واحد، مثل ما قلنا إن البروتونات زادت، فمنشوف إن العدد الذري بيزداد بمقدار واحد. وبما أن في عندي حفظ في اللي هو الأعداد الكتلية والذرية، لازم نضيف الانبعاثات، فهذا الانبعاث يسمى بانبعاث بيتا، نقدر نرمز ليه بالرمز بي. طبعا نرمز ليه بالرمز إي سالب واحد، لأنه هو يبعث عندي إلكترون، وبالإضافة إلى العنصر الثاني أو الجسيم الثاني وهو سميناه أنتي نيوترينو، فلازم نكتبه بهذه الطريقة. أعزائي الطلبة، هاي الرسمة بعد موجودة عندكم في الكتاب، وتوضح الشرح اللي شرحناه من شوي، شلون إن عنصر الثوريوم 234 تحول إلى عنصر ثاني والعدد الكتلي ما تغير، لكن العدد الذري زاد بمقدار واحد لأن البروتونات زادت، وصار عندي انبعاث إلى نوعين من الجسيمات اللي هو الأنتي نيوترينو وجسيم البيتا. ننتقل إلى الانبعاث الأخير وهو انبعاث جاما. ما هو انبعاث جاما؟ انبعاث جاما أعزائي الطلبة هو فوتونات عالية الطاقة. كيف يمكن الحصول على انبعاث جاما؟ طبعا نحصل على انبعاث جاما عندما تكون هناك أو داخل النواة يحصل توزيع إعادة توزيع إلى الطاقة. عندما تتوزع إعادة توزيع الطاقة داخل النواة راح نحصل على اللي هو انبعاث جاما. طبعا لما نحصل على انبعاث جاما بنلاحظ أن العدد الكتلي لا يتغير والعدد الذري كذلك لا يتغير، لكن هذا الانبعاث يرافق اضمحلال ألفا أو اضمحلال بيتا. خلونا نشوف الرسم. طبعا هذا الرسم إلى عنصر، لاحظوا وياي إنه بنلاحظ العدد الكتلي والعدد الذري أثناء انبعاث جسيم أو إشعاع جاما. العدد الكتلي 137 والعدد الذري هو 56. لما صار عندي انبعاث إلى أشعة جاما ما تغير عندي العدد الكتلي ولا العدد الذري. طبعا انبعاث أو إشعاع جاما نحصل عليه عند اضمحلال الانبعاث لألفا أو انبعاث بيتا، طبعا هم مرافقين إلى بعض. هذه الشريحة أعزائي الطلبة تلخص أنواع الإشعاعات اللي أخذناها، موجودة عندكم في الكتاب، تقدرون أنتم ترجعون إليها وتشوفون الرموز. طبعا إذا جينا للإشعاعات الثلاثة هي مثل ما ذكرنا ألفا بيتا جاما، لازم تعرفون الرمز إلى كل عنصر من العناصر، وبالإضافة إلى الشحنة كيف يمكن الحصول على إشعاعات ألفا وبيتا وجاما وأيهما أقوى. إذا جينا مثلا لألفا بتشوفون أن قوة النفاذية أنها يمكن حجزها بورقة، فهذا الإشعاع الأول نسميه إشعاع ألفا، نقدر أن احنا نحجزه بورقة لن ينفذ من الورقة. أما أشعة بيتا منشوف أنها يمكن حجزها بصفيحة ألمنيوم، يعني راح تنفذ من الورقة وتوصل إلى صفيحة الألمنيوم كما ذكرنا في البداية. أما الأقوى هي أشعة جاما وهي تخترق عدة سنتيمترات من الرصاص، فنشوف إن هي راح تخترق الورقة وتخترق صفيحة الألمنيوم وتوصل إلى صفيحة الرصاص وتخترق عدة سنتيمترات منها. التفاعلات النووية، طبعا هذه الإشعاعات اللي أخذناها لازم نتوصل في النهاية إلى ما هي التفاعلات النووية. يحدث التفاعل النووي لما تتغير عندي طاقة النواة، فعندما تتغير طاقة النواة منشوف أنه منحصل على التفاعل النووي، وكذلك عندما تتغير عدد النيوترونات أو عدد البروتونات داخل النواة. طبعا لما يحدث عندي تفاعل نووي منشوف أنه في النهاية منحصل على طاقة، فتنتج طاقة من بعض التفاعلات النووية، لكن بعض التفاعلات النووية تحتاج إلى طاقة ليكون عندي هذا التفاعل. خلونا نحل مع بعض السؤال الأول من خلال معرفتنا بالأجسام الثلاثة اللي أخذناهم، اللي هي ألفا بيتا وجاما. السؤال موجود عندكم في الكتاب، السؤال رقمه 14، اكتب المعادلة النووية لتحول نظير اليورانيوم المشع
إلى بيتحول هذا النظير إلى نظير الثوريوم وسيبعث عندنا جسيمات ألفا. طبعاً في البداية لازم نكتب اليورانيوم قبل التحول، يورانيوم 234 وهنا عندنا 92. ما هو جسيم ألفا؟ ذكرنا من شوي أن جسيم ألفا هو الهيليوم. عندي العدد الكتلي إليه 4 والعدد الكتلي إليه 2. هل تستطيع عزيزك طالب أن تكتب هذه المعادلة؟ شنو الشيء اللي راح نحصله من خلال اللي هو اليورانيوم لما يتحلل، لما يصير عندي تفاعل نووي؟ يلا حاولوا، 15 ثانية، ما تحتاجون أكثر. طبعاً الإجابة راح تكون إن احنا نحصل على نظير الثوريوم اللي هو رمزه TH، يحتوي على العدد الكتلي 230 و90. طبعاً لما تكتبون إنه هو تحول إلى ثوريوم بنشوف إنه في خلل في المعادلة، لأن لازم تكون متزنة العدد الكمي الكتلي والعدد الذري متساويان. فشوفوا معي العدد الكتلي هني 234 صار 230، مفروض ان عندنا انبعاث الفا اللي هو الهيليوم 4، و 92 صار 90. وين راح الاثنين؟ اللي هو في انبعاث الفا الهيليوم. فلازم في النهايه نشوف ان في عندنا حفظ في العدد الكتلي والعدد الذري، نتاكد ان المعادله جهه اليمين مكافئه لارقام الاعداد في الكتليه والذريه جهه اليمين مكافئه الى جهه اليسار. السؤال الثاني، يتحول نظير الرصاص المشع، اعطاني الرمز، الى نظير البوزموث المشع، اعطاني العنصر، بانبعاث جسيم بيتا وانتي نيوترينو. راح يبثون عندنا اللي هو الجسيمين بيتا وانتي نيوترينو. طالب منا نكتب المعادلة. أعزائي الطلبة، في البداية نكتب العنصر 214 و82، عندما يتحلل صير عندي تفاعل نووي بيتحول إلى العنصر الثاني، طبعا 214 و83. لاحظوا وياي ان ال 214 ما تغيرت، اللي هو العدد الكتلي، لكن العدد الذري زاد 1، لان قلنا في التفاعل بيتا بتتحول للنيوترون الى بروتون، زائد البيتا اللي هي اي سالب 1 0، زائد جسيم الانتي نيوترينو اللي هو رمزنا ليه بالرمز في وشحنته 0 0. الآن أعزائي الطلبة بننتقل إلى موضوع ثاني، وهو من الموضوعات المهمة في التفاعلات النووية، موضوع الانشطار النووي. كيف يحدث الانشطار النووي؟ طبعا عملية الانشطار النووي هي العملية التي تنقسم فيها النواة إلى نواتين أو أكثر ونيوترونات، وتعطينا في النهاية طاقة كبيرة جدا. فمن اسمها عملية انشطار معناته أن النواة بتنقسم إلى قسمين، بتنشطر إلى قسمين. كيف يمكن الحصول على هذا النوع من التفاعل؟ نحصل على هذا النوع من التفاعل عندما نقذف نواة اليورانيوم بالنيوترون، ويسبب اللي هو انقسام النواة إلى نواتين أصغر. كيف يحدث الانشطار النووي؟ الحين أعزائي الطلبة بناخذ بالمعادلات كيفية الحصول على هذا النوع من التفاعل. أول شغلة، طبعاً الأنيميشن الموجود عندي يوضح كل التفاعل. أول نقطة، نحن بناخذ نيوترون وبنقذف فيه نواة اليورانيوم. لما نقذف فيه نواة اليورانيوم، لاحظوا يا أعزائي الطلبة إنه بيعطيني 3 نيوترونات، وهذه النيوترونات طبعاً بالإضافة إلى عناصر ثانية. خلونا نشوف مع بعض. مناخذ نيوترون، منقذف فيه عنصر أو نواة اليورانيوم، منحصل على عنصرين اللي هو كريبتون والباريوم. إذن أعزائي الطلبة، لما يكون عندي نيوترون ويصطدم بنواة اليورانيوم
قلنا شنو؟ راح نحصل على ثلاثة نيوترونات جديدة. لاحظوا وياي، هذا نيوترون وهذه نواة اليورانيوم، لما اصطدمت فيها انتجت لي ثلاث نيوترونات جديدة. هذه النيوترونات الجديدة ستصطدم بأنوية اليورانيوم مختلفة وتعطيني بعد ثلاثة نيوترونات، وهكذا مثل ما لاحظ في الصورة. طبعا هذا النوع من التفاعل يسمى التفاعل المتسلسل. خلونا نشوف ما هو التفاعل المتسلسل. طبعا موجود عندكم في الرسمة في الجدول في الكتاب، زين، التفاعل المتسلسل. بس خلونا ناخذ بعض المعلومات في البداية عن اللي هو عنصر اليورانيوم. عنصر اليورانيوم موجود في الطبيعة، طبعا يحتوي على نظائر مختلفة. 1% من هذه النظائر هو النظير 235. 235 يحتوي على أقل من 1% في الطبيعة، ويحتوي 99% من هذا النظير اليورانيوم 238. لما تصطدم عندي النيوترون بهذا النظير 238، شو راح يصير عندي؟ تمتصه النواة ولا يحدث عندي انشطار، ويتحول هذا النظير إلى نظير آخر هو 239. إنزين، لما أجي الحين إلى النظير الأول اللي أخذناه 235، مثل ما أخذنا من شوي إن 235، خلونا نكبر الصورة، هذه موجودة عندكم في الكتاب. النيوترون بيصطدم ب النواة إلى العنصر اليورانيوم 235، لما يصطدم فيه بيصير عندي انشطار وينتج عندي ثلاثة نيوترونات، وهذه الثلاثة نيوترونات لما تصطدم ب اليورانيوم 235 بعد بتعيد نفس العملية، فنسميها التفاعل مثل ما قلنا التفاعل المتسلسل. إنزين، المشكلة عندنا وين؟ المشكلة أن هذا العنصر أو النظير لليورانيوم أقل من 1%، فإحنا نحتاج إلى هذا العنصر علشان يصير عندي تفاعل نووي، نحصل على الانشطار. شلون راح نزيد من هذا التفاعل؟ طبعاً يمكن أن يحدث تفاعل متسلسل عند تخصيب اليورانيوم بإضافة كميات كبيرة من هذا النظير 235، لأن هذا النظير هو اللي لما تصطدم فيه النيوترون بيحدث عندي الانشطار النووي. كيف يمكن السيطرة على التفاعل؟ إحنا نحتاج طاقة ننتجها من اليورانيوم، فشلون نسيطر على هذا التفاعل؟ خلونا نشوف مع بعض. الطريقة هي أن يفتت اليورانيوم إلى قطع صغيرة وتوضع في المهدأ، والمهدأ وظيفته هي مادة تبطئ النيوترونات السريعة. طبعاً يستخدم هذه الطاقة الناتجة في التفاعل المتسلسل في الأغراض السلمية، مثل ما شفنا في الصورة إن إحنا ممكن نحن نستخدم اليورانيوم في إحداث انفجار كبير. شلون نستخدم اليورانيوم والتفاعل اليورانيوم في إحداث الأغراض السلمية؟ من إحدى التفاعلات اللي هو الأغراض السلمية هي إنتاج الطاقة الكهربائية. فخلونا نشوف مع بعض شنو الشيء اللي بنستخدمه علشان نحدث اللي هو هذه الطاقة. عندنا مفاعل الماء المضغوط، لازم تعرفون التركيب، موجود عندكم في الكتاب، إن في عندنا قضبان التحكم، مفاعل وقضبان تحكم، وفي عندنا لازم اللي هو توليد الكهرباء. طبعاً لما يصير عندي تفاعل نووي، هاي التفاعل النووي بيؤدي إلى حرارة، إنتاج حرارة جداً كبيرة، فيعمل الماء، لازم نضيف الماء، وظيفة الماء يعمل الماء كمهدئ وينقل الطاقة الحرارية بعيداً عن انشطار اليورانيوم، بالإضافة إلى قضبان من فلز الكادميوم. شنو وظيفة فلز الكادميوم القضبان؟ تعمل كمهدئ كذلك لأنها تمتص النيوترونات والتحكم في التفاعل المتسلسل، لأن إذا قمنا اللي هو نحصل على نيوترونات بشكل كبير، كل نيوترونات من هذه النيوترونات بتصطدم بأنوية جديدة، فما بنقدر نسيطر على هاي التفاعل، فنقوم نحط فلز الكادميوم علشان يمتص النيوترونات اللي بتظهر عندي.
الطاقة المتحررة من الانشطار تزيد من درجة الحرارة مثل ما قلنا، لكن هذا الماء لا يغلى. ليش ما ينغلي بالرغم ان درجة الحرارة تزداد؟ الا ان نلاحظ ان الماء ما راح ينغلي، ما راح يتبخر، لان الماء موجود تحت ضغط كبير جدا. اوكي، ومنشوف ان عندنا طبعا يسبب غليان الماء اخر منتجا بخار يعمل على ادارة التوربينات. طبعا منشوف ان هنا بخار، هذا البخار هو المسؤول عن حركة هذه التوربينات، وتتحول عندنا الطاقة الحركية الى طاقة شنو؟ كهربائية. فهذا جدا مهم، هو مفاعل الماء المضغوط. آخر نوع من التفاعل أعزائي الطلبة هو الاندماج النووي. ما هو الاندماج النووي؟ هو عملية يتم فيها اندماج أنوية صغيرة لإنتاج نواة كبيرة، طبعا لإنتاج نواة كبيرة وبالإضافة إلى تحرير طاقة. العملية هذه تحدث وين أعزائي؟ كمثال تحدث في داخل الشمس. شلون راح تحدث؟ خلونا نشوف مع بعض. أول شيء الخطوات إن تندمج أربعة أنوية للهيدروجين، وإحنا نعرف إن الهيدروجين يحتوي على بروتون واحد، فعندي أربعة أنوية يعني أربعة بروتونات. خلال عدة مراحل منشوفها الحين بعد شوي في الصورة في الشريحة القادمة، وتتحول إلى هيليوم. كذلك أعزائي الطلبة لازم نعرف إن كتلة أربعة بروتونات أكبر من كتلة نواة الهيليوم، وهي معلومة مهمة تقلنا للدرس اللي أخذناه سابقا، وهو اللي هو نقص الكتلة، فرق الكتلة اللي يظهر عندنا في الطاقة الحركية. الاندماج النووي، خلونا نشوف الاندماج النووي بالمعادلات. طبعا يحدث الاندماج النووي في داخل الشمس عند اندماج ذرة نواة الهيدروجين مع نواة الهيدروجين الثاني، بنحصل على النظير للهيدروجين الثاني بالإضافة إلى انبعاث جسيم البوزيترون والنيوترينو. الحين إذا جينا إلى هذا النظير واصطدم بنواة الهيدروجين بنحصل على عنصر أو نواة الهيليوم بالإضافة إلى جسيم جاما. وإذا جينا إلى نواة الهيليوم ثلاثة مع نواة الهيليوم ثلاثة بنحصل في النهاية على الهيليوم أربعة بالإضافة إلى انبعاث نواتين هيدروجين. هاي طريقة الاندماج النووي. أتمنى أعزائي الطلبة أن أنتم استفدتم من درس اليوم، عرفتون كيفية التفاعل النووي، الانشطار والاندماج. نراكم على خير، مع السلامة.